أنا نذير العناسوة، رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في البلقاء. الحمد لله بجهود كل المعلمين على امتداد الوطن بمسيرة حراك عمره عامين، عملنا جميعا سوية دون تحديد فئة على أخرى لإحراز حلم هو نقابة المعلمين. لن أطيل، أتكلم عن الاستحقاق القادم وهو انتخابات نقابة المعلمين في 29/3. أنا أعتقد أن هذه الانتخابات مختلفة عن غيرها من الانتخابات، فهي الانتخابات الوحيدة التي لن تفرز خاسر. فالإنجاز الحقيقي هو انتصار لكل معلم بالإنجاز النقابي، الإنجاز الدستوري. ما تبقى لا يتعدى عن كونه اختيار ممثلين عن المعلمين في هذا الإنجاز. لا ندعي أن هناك مهزوم، المنتصر هو الوطن. حجم الإنجاز كان بحجم الوطن. النقابة ليست فقط بجزئيتها الضيقة من أجل النفع المادي للمعلم، النقابة من أجل النهوض بالمسيرة التربوية في هذا الوطن. نحن كمجتمع أردني ننفق على التعليم أكثر من أي مجتمع آخر في هذه المنطقة. كلنا نعلم أن المجتمع الأردني باع أراضيه من أجل أن يدرس أبنائه. لا نقول أن هناك خللاً في المجتمع، نقول أن هناك خللاً في الأهداف المصاغة في الرؤية لتوظيف هذه المخرجات. أين تذهب هذه المخرجات من المتعلمين؟ للأسف الشديد عندنا نقابة الجيولوجيين مثلاً من النقابات التي نحترمها والتي نجلها على الأهداف الموضوعة لها وعلى الخدمات التي تقدمها. الجيولوجي هو إنسان علمي يستخرج ذهب من الأرض، يستخرج ألماس، يستخرج بترول، لكنه عندنا في الأردن يدرس العلوم للصف الرابع. هل هذا هو الهدف من تدريس هذا الإنسان؟ لماذا كل هذا الغياب؟ ولماذا لا تصاغ الأهداف بطريقة سليمة للمخرجات؟ من أجل كل هذا سعينا إلى إحراز نقابة للمعلمين من أجل نهوض حقيقي بالوطن. أنا أتكلم الآن عن مجموعة من المنافسين، كلهم كل واحد فيهم أهل لأن يصل إلى نقابة المعلمين. إن شاء الله المسيرة الانتخابية تقوم على أساس الاحترام المتبادل، على قاعدة المنافسة الشريفة، وأكرر ما بدأت به أن لا خاسر في هذه الانتخابات. وشكرا لكم.